80% من العقد او النتوءات او الاورام اللي بتبقى موجوده في الغده بتبقى حميديه، مش محتاجه ان هي تتشال اصلا ولا ان هي تتعمل جراحه، ولا الخوف ولا القلق اللي بيبقى موجود عند المرضى. لان احنا بقينا اكتشفنا انه دلوقتي بيبقى فيه الفحص، احنا بنفحص العيان وبنقدر ان احنا يبقى عندنا شكل مبدئي، شكل النتوءات دي هل صلبه هل طريه، هل بيبقى ليها خصائص، احنا وبنكشف عليه من هو قبل ما يعمل اي اشعه او حاجه. طيب بعد ما بنكشف عليه في الخطوه الثانيه ان احنا نعمل له سونار، والسونار او الاشعه التلفزيونيه اللي على الغده بقى ليها خصائص كتير جدا، حاجه اسمها إلاستوجرافي، وده بيفرق كتير معانا ان يطمننا ان الغده شكلها حميدي، وبيبقى ليها زي كرايتيريا كده معينه 1 2 3 ان احنا نطمن بنسبه 85% ما فيهاش مشكله. حاجة التالتة ان في العينة بتاعت الغدة او ان ياخد جزء من الغدة يفحصه، ودي برضو عملية بسيطة جدا، ما تعتبرش عملية يعني، هي اجراء بيحصل في عيادة الاشعة ما فيهاش اي مشكلة خالص. في الاخر بقى خالص لو لقينا ان كل الحاجات دي بتدل ان في مشكلة في الغدة، بنبتدي بقى ممكن ندخل نشيل او يحصل مشكلة. لكن 80% او 85% من الناس اللي عندها عقيدات بيقولنا العيادة بنطمنهم، بنديهم علاج بيقلل الالتهاب الموجود في الغدة ويقلل العقد اللي موجود او النتوءات، الامور بتتحسن كتير وبيفضلوا طول حياتهم من غير ما يتعرضوا لان هم يشيلوا الغدة او يتعرضوا لجراحة زي كده.